طبعا انا من زمان مربي كلاب مش جديد، يعني ماني هاوي عاشق لشيء اسمه كلاب. موضوع اطعام الكلاب الشارده ككلاب الموجوده بالشارع او بالاماكن الضاله او بالاماكن اللي اهلها ما عم يقدروا يطعموها صار لي تقريبا على الحال شيء 4 سنين. طبعا بمجهود شخصي انا وابني الفريد الشاب الصغير عم نطعمين. كان عندنا كثير كلاب، كان عندنا تقريبا 131 كلب، كان عم نطعمين بشكل على مدار الاسبوع موزعين، يعني يوم اي يوم، لا كل يوم لقسم لطرف. يعني بسبب الظروف اللي صارت عندنا هون بالبلد اخر فتره تم القضاء على تقريبا 90-95% من الكلاب اللي كانت موجوده، فبوقت الحالي ما ضل عندنا شغل شيء 40-50 كلب. هلا بالنسبة للصعوبات، صعوبات نحن بالعمل ما في، بس مرات نعاني من الأهالي، أهالي الحارات، يعني يوم نجي نطعمي الكلب إيه يقول ما شاء الله عم تعلمه لحتى يضل بالحارة ويهجم على الأولاد. طيب المشكلة مو بالكلب بصراحة، المشكلة بأولاد الشارع. الولد عم يزرع الشارع يمسك حجر أو يروح يضرب الكلب، يمسك عصاي ويضرب الكلب، يعني يقرب على الكلب ما يضل بينه وبين الكلب مواجهة نص متر، وهالمواجهة نص متر ما تقدر تحميه من الكلب، لأن الكلب كل ما إنسان يقرب عليه يخاف.